السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة عالم الطيور. اليوم اخوتي غادي كما قلت لكم هاد الذكر خليته هنايا واحد 4 ايام ولا 5 ايام كيشوف نتوا باش ما يدابزوش. اخوتي فين ندخلو عندها ما يدابزوش. اليوم ان شاء الله غادي ندخلو دابا عندها، فدابا غادي ندخلو الذكر. فدابا اخوتي غادي نحيدو الشرابة الفريخ، واخوتي ضروري ديروا لي كاع حساب الفراخ الكبار كيكون عندهم واحد العضه شويه خايبه كتخرب لك حتى الدم، يعني هذا الفريخ الصغار ماشي مشكل. خوتي الفريخ كيتشد ما بين جوج صبيعات باش ما كتضروش. ندخلو عند نتيوا، ما شاء الله عندهم اخوتي. نتمنى ان شاء الله يكون الانتاج تاعهم جيد. دابا ان شاء الله راه موالفين، دابا راه خليتهم واحد 4 ايام ولا 5 ايام ما تلقاش مشكل دابا في التوالف. ان شاء الله يعطيونا شي انتاج يكون جيد ان شاء الله.